يعني الشيف علاء عم يعمل لنا اكلات طيبه، بس مو كل الاكلات الطيبه ممكن تكون مناسبه وصحيه لكل الناس. الكثير من الناس بيكونوا استفادوا من شهر رمضان واعتبروه فرصه ما بتتعوض لكبح الشهيه المفتوحه خارج رمضان وتخليص الجسم من السموم. وكشف الباحثين انه الالتزام بوجبه افطار وسحور صحيتين بيساعدوا بالحصول على جسم رشيق ومتناسق بعد 30 يوم من الصوم. تماما، ولكن بالمقابل في الكثير من الناس بتفكر انه مع الصيام والتخفيف من الاكل ممكن تقل الكتله العضليه مع نزول الوزن بطريقه غير صحيحه، او يمكن العكس تماما عن تاثير الصيام على الجسم. رح نحكي مع اختصاصيه التغذيه الدكتوره ثواب الغبره. مساء الخير، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكي. عليكم يا رب الهي وعلى المعلومات اللي رح نحكيها مفيده. صح نحن باخر كم يوم من رمضان، ولكن لسه في عندنا 6 أيام شوال، يعني ممكن في ناس لسه عندهم نشد عضلاتنا وهيك. تماما، عندهم 10 أيام من الصوم. فقديش بيأثر الصوم على الكتلة العضلية بالتحديد؟ سؤال كتير حلو على فكرة، وسؤال كتير بنسأله برمضان. هلأ أي شيء عندك يا أنت مثلا طول الوقت عم تسحب منه، تسكيس نايلون تسحب منه، وآخر النهار عندك يعبيه مي، تماما. التقلص والتمدد وهالأمور هي كتير له عامله بشيء اسمه ترهلات العضلية والكتلة العضلية. هلأ نحن إذا بدنا نحكي شيء علم إمنا عن رمضان وغير رمضان، إذا إنسان بده يحاول يكبر كتلته العضلية وينشف عضلاته من الدهن بده يهتم بهرمونين. هرمون بده يعليه بجسمه وهرمون بده ينقصه بجسمه. شوفني. الهرمون اللي لازم يعليه بجسمه هو الجروس هرمون جيت. وعندك الهرمون اللي لازم ينزله بجسمه هو هرمون الأنسولين. ليش؟ الأنسولين هرمون السمنة تبع العضلة، السمنة تبع العضلة. حتى بتلاقي في لاعبين رياضيين بيحقنوا إبر أنسولين مشان يكبروا حجم العضلة. بس شو عم يكبروها؟ عم يكبروها كشحم داخل بقلب عضلاتها ككتلة، تماما بهالقصة هاي. لأنه في ناس بيحبوا حجم معين تظهر بهالمناطق هاي. لذلك إذا إنسان بده يجي يشوف قاعدة رمضان، قاعدة رمضان على فكرة بيرفع الجروس هرمون بيقلل الأنسولين. بس نحن بنيجي نضربها بفترة المغرب، ناكل كل الاكل ونعبي عضلاتنا مي، يعني المي المحتجز. هلا اللي كنا وقت عم نحكي تحت الهواء عم نحكي انه المي اللي نحن بننخدع انه بعد ما انت بدك تاكل وجسمك طلب مي، ما طلبها عن شيء اسمه انت مشان تستفيد منها كماء حيوي. يعني ما دخل هذا المي أي إنسان للخليه. أكل ماده حلوه، اذا اكل مثلا رفع الجلوكوز بدمه، اي جزيء عندك الجلوكوز بيسحب معه 6 جزيئات ماء ليجي يفوت على الخلايا. تصور قديش بده يعمل انتباج بالخليه، تمام. اكله فيها ملوحه، اكله فيها برغل مثل الكبه، هي بتعمل اسمها احتباس سوائل، هي لبعد 40 يوم لجسمك يتخلص من هذا السائل المحتبس. لذلك قديش خطوره كروعه المي بشكل خرافي بعد وجبه المغرب، وخاصه بيكون الجسم منشف عندي. انا بقول القاعده الصح للعضلات الصح بفتره الصيام انه انت على المغرب ترتشف تسكت عطشك من دون اي شيء معين مع شقفه تمره او خرطه تفاحه، بعد اياك ثم اياك الاكسار من العصائر، وبعد الوجبه تاخذ ابريق مي. بلش عندك المي الصح من بعد فتره التراويح، كل ساعه كاسه مي، من هيك لفتره السحور. اما وقت بيكون الاكل ممزوج انا شاربان المي ناتج عن عطشي بسبب الاكل او بسبب تناول ماده حلوه او ماده مالحه، هذا اقذى مي بتقدر تفوته على جسمك، وبيعمل على المدى البعيد ترهل بالعضل. لانه العضله بتفتح مي بتلاقي رجليهم صاروا منفخه بعد التراويح وهبطوا جدا بقبل فتره المغرب، وهون العضله بتتعرض لشيء اسمه شوك هندسي اللي هو بيعمل عندك اياه اسمه تاذي بالخلايا الليف العضلي. فبيكون انتباج عالي، بيوصل الانتباج ببعد فترة المغرب لحد ما رئتينه ما بتعود بتعرف تتحرك، فبيصير عندك حتى ضيقة نفس، نقص أكسجين بالجسم. إذا صار في عندي ضغط بالسوائل بيقولي طب أنا ما أكل شيء، كل شبطه مي وعصير، أنا منين عم يجيني السمن؟ من هاي القصة هاي إنك أنت عم تشرب بكميات، حتى لو بدك تتحمل عطشك ساعتين زمان لتصرف أكلك تبع المغرب نزل المي. تمام، فهي هي الفكرة الأساسية اللي حنفيدهم فيها آخر التتيام. نسمع دائما من جدودنا الكبارية بالعمر دائما بيقولوا انه ما بشرب مي دغري بعد الاكل، يعني شوف قديش القصة قديمة، وكان قديش فاهمة ننتبه لانه بنتظر ساعة بعدين بشرب مي، لانه بتمددي عصاراتك الهاضمة. هي الشغلة اللي بتنتف لك الاكل تبعك، العصارة الهاضمة، اذا مددتيها اي طبخة انسان يساويها ويحط عندك اياها كاستين مي فوقها نزع للطبخة.
فهيك بتصير عندك يعني نزع لعملية الهضم في حال إكسال من السوائل وهالقصص. تمام، خلينا ننتقل لموضوع يمكن هو شائع عند السيدات بنسبة كتير كبيرة، هو السلوليت يعني موجود، ممكن يكون له يعني مشاكل جمالية وهالقصص، ممكن يكون هو وراثة، بنقول انه مثلا امهاتنا هيك تيتا هيك كذا، يعني بنعزيها لقصة معينة. هل الأغذية هي لها علاقة بفكرة السلوليت ولا لا؟ في ثلاث علاقات ماشي، مثل ما قلتي العامل الوراثي، الأغذية، الستريس والتوتر العصبي. هدول الثلاثة تواجدوا إذا في استعداد وفي عندي أكل غلط وفي عندي شيء اسمه ستريس، صار الجلد مثل قش البرتقال ومجعلك جعلك بمناطق الأفخاذ، مناطق المسطحة تبع العضلات، فهي بتساوي هي المشاكل. هي وصفة على السريع حتى نحن ما نروح للإخوان المشاهدين فوائد تبع اليوم ترهل، بدنا نحكي عن ترهل العضلات والقصص هي. تمام. القصة الوصفة السريعة هي الماء والليمون والنعناع ينشرب كديتوكس بالجسم. الشيء الثاني أنا بقول كريمات الرائعة جدا اللي هي موجود فيها مواد موسعات الأوعية الدموية. يعني شو بدهم بالمختصر؟ الناس اللي بيسموها في زيت الكافور موسعات الأوعية الدموية، كل شيء موسع وعاء دموي بيخلي قطيرات الدهن المتراكمة بين منطقة الأدمة والبشرة تصرف للوعاء اللمفي اللي تحت الجلد. مدى ما تصرفت صار عندي يا اسمه شيء مستقيم يعني أو ملوثة بالعضل. اللي بدي اقول احكي عنه دهنه هذا الزيت الكافور بمناطق السيلوليت ولبس مشد مشي ساعة بيصير تصريف للجسم للداخل، مو بيصير بيحتجز بين منطقة الجلد وبين منطقة بمناطق طبقات الجلد. الأكل اللي غلط للهيل معروف الكافيين هو أخده زيادته بيعمل عندي رفع للكورتيزول فبيصير عندي يا تراكم للسيلوليت أكثر. دهنه أو بالمستخلصات تبع الكافيين بتخلي تحفز القطيرات المادة المواد اللمفية اللي هي هيك متجمعة تفوت على الوعاء اللمفي أكثر، فخارجيا يعالج فيه وداخليا يمنع القهوة يمكن. أيوة تفل القهوة والقصص. بس إذا يا حبذا إنه أنا أكون إنسانة واقعية أي شيء من موسعات اللي هن بدهنوا شيء أي كريم للمفاصل بيفيد دهن الجسم بعلاج السيلوليت. الماء والليمون رائع جدا، الابتعاد عن المشروبات الغازيه والكافيين كشكل عادي بالادخال. اذا انتقلنا لشيء اسمه ترهلات العضلات، هي اللي هي جايين اكثر شيء صلب الموضوع تبعنا. العضله حلو الواحد ينحف وزنه، بس بتلاقي حالك تجاوزت 20 كيلو 30 كيلو بلشت هي الاشياء الطريه. يعني شخص وزنه 100 كيلو بعدين فجاه او خلينا نقول بغضون 6 شهور صار وزنه 70، هون صار عنده ترهل. هو هي ما نخسر الكتله العضليه. هلا مريض السكر ليش حكينا اول شيء عن الهرمونين هدول الاساسيين، تلاقي خسر وزنه، تلاقي رجليه صارت مثل دبوس القاضي وبطنه هيك. هذا عم يخسر من كتلته العضلية، مو الشطارة يا جماعة اني انا بس دور على الميزان، كثير لازم لاحق الميزورة بهالقصص. انسى الميزان والحق بالضبط. الميزورة مثل ما قال الدكتورة ميزان والميزورة، ما بخبي عليك الميزان كمان له علامته عنا، الميزان كثير مهم. بس في شغلة نحن ما بننتبه لها، بنحاول نساوي دايتات وهيك لبطن مسطح وبننسى عضلات الظهر. إنسان بده يروح بطنه بده ينتبه على عضلات ظهره. إنسان صار فوق 40 بده يروح كيف بيقيس وزنه كل يوم، كل أسبوع بيقيس طوله. أول ما الإنسان يبلش حنية الظهر تبعه هيك بلش البطن ياخد الجو في البطن مجاله ويروح شيء من الكتلة العضلية تبع الظهر. هون ببلش بقى الكرش العلوي يظهر وهالقصص هيك اللي أتا. بيقيس الإنسان حلو طوله كل أسبوع مرة. حتى الإنسان بيقصر، إيه نعم بيقصر بعد 40 عندك يا ببلش تتآكل بالكتلة العظمية تبع العمود الفقري. كل إنسان عنده تمرين صباحي لعضلات الظهر تبعه بدت دقيقتين حافظ استمتع بطوله لعمره 70 سنة. كل إنسان بيهمل هالقصة هي مثل فرشاية الأسنان. كيف أنت بتحافظ بتحب تشوف وزنك، شوف طولك، تشق على طولك كل أو بالأسبوعين مرة. مدى ما لقيت في تناقص بقيمة الظهر، في ضعف بعضلات اللي هي العضلات الكسولة، عضلات النائمة تحت الأبطين، وفي عنا هلا حادلكم على العضلات النائمة اللي هي بين الفخذين، هي نحن نحرك رجلنا أمام وراء جانبياً. أيوة هي العضلات النائمة نحن ما نهتم فيها ولا نهتم بغذائها. العضلات النائمة اللي هون هي عندك يا الحركات القصة هي. أنا بقول للنساء حركات الصح لها حركات المقاومة اللي هي الستريتشينج.
ما تحمل الأوزان تفرط بحمل الأوزان. نحن ما عنا فقه كتير بالنوادي الرياضية لأنه رفع الأوزان بالنسبة لأنثى بفترات قريب الطمس الشهري أو قريب الإباضة بيروح للإستروجين، فبتلاقي المدربات الرياضة انتسحت عند عامل الأنوثة تبعها، زادت عضلاتها، بطنها مسطح بس عامل الأنوثة فقدته. صحيح. فهذا الشيء بدها تنتبه عليه الأنثى، وحتى بخربط دولتهم على المدى البعيد. فهذا ليش؟ لأنه انأفرط بزيادة الكتلة العضلية، مجهود العضلي القوي للمرأة. أنا بدي يحمل أوزان مثلا تمرين الضغط للرجل وهالقصص، الأنثى لا تستطيع أن تعمل تمرين الضغط تبع اللي هو بيعمله الرجال إلا إذا كانت ماهرة وخبيرة كتير وصلها فترة عم تتمرس، لكن فيها تعمل تمرين الضغط على حائط بحيث تفتح عندها عضلات الظهر تبعها، لأنه إذا رفعت عضلات الظهر تسطحت عضلة البطن. الشيء اللي بدي أحكي كمان عن عضلات الوش، هلأ كلنا هلأ عم نشوف الحقن والفيلر والهي، رغم أني أنا كرأيي الشخصي ما كتير بشجع الإفراط فيها أبداً، لكن في شغلات كمان كتير بتنمي شد عضلات الوجه، حتى الرجل لازم يهتم فيها، لأنه غالباً مثلاً نحن الشعب السوري للأسف شعب مدخن وشعب بيأرجل، هذا يؤسفني أني أقول هالجملة لكن هذا الواقع. النيكوتين بتلاقي ست صبية عندك ياها فاتت على الصالون عملت تنظيف بشرة ومساج بشرة وبعدين طلعت تشد نفس أرجيلة مع الصبايا، أيوة، بعدين مسكت السيجارة وولعتها روحت كل شيء من جوا يعني الوضع. أنا عطتها شوي ما استنت الأرجيلة كل شيء جاهز عنا الحمد لله. فالفكرة أكبر عدو مدمر للعضلات هو النيكوتين والتنباك والقطران تبع اللي هو هلأ صار شائع بلاد، لكن خليني نكون واقعية، أكثر شيء بشد عضلات الوجه هو البوز، وهذا شيء كتير سهل. يعني سبحان الله أنا قديش بقول الماء البارد مؤذية للجسم، لكن الاغتسال بالماء البارد ما في مثله لشد العضلات، وأكثر مساج رائع جدا لشد عضلات الوش هو البوص. هلأ بنجيب مثلا ماء ورد بنحطه بمكعب البوص وبنحطه بالثلاجة، ولا أسهل من هيك، مساج 3 دقائق عند خطوط العين وخطوط الوش بشد الوش جد. انت شوفي دلكي اي قرنة بتنتبش انتباش بعد تعرضها لحرارة باردة، وهي بتحفز عندها خلايا اصطناع الكولاجين العضلي اكثر بجسم، فبتجذب عندك مولدات اصطناع مصنع الكولاجين اكثر، احسن ما اخذي 3 عبوات حق كولاجين يصير بطني من وراها بالاخير ما عم يفوت لجسمي ولا 1% من الكولاجين، لانه هذا الكولاجين بروتين معقد، هذا اذا بده يفوت على جسمك عن طريق مستحضر دوائي بدك كمية ضخمة لحموض امينيه، والجسم بقى بيركبه كولاجين بيركبه انزيم بيركبه بروتين على كيفه بقى، صح، وهات يروح على مكان اللي انت بدك اياه. فهاي الاشياء اذا فقهنا علمها فما بنعود نصرف مصارينا على اشياء فايته وغير مجديه. تمام. طيب دكتوره ختاما، شو الاخطاء المرتكبه بفترات الصوم واللي بتخلي الكتله العضليه تختفي، غير انه نحن ما عم نلعب رياضه لانه نحن صايمين فبنتحجج؟ ما في حيل. هلا الناس اللي بتعمل رياضه غلط يحملوا اوزان قبل المغرب، لانه العضله بتحتاج لترميم مع داء عندك يا. في حال حمل اوزان وشد على حاله انا بنصح بتمرينات الكارديو قبل المغرب، واذا كان عم يعمل بناء كتمرينات البناء بعد ما يفطر. هلا النقطه، الاخطاء الشائعه اللي نحن بنحكي عليها اكسار الماء جدا فقط بفتره ما بعد الافطار، وبننسى المي عندك اياها بفتره نجمع المي بشكل عندي اياها متفرق. الاشياء اللي كمان اللي كثير بتدمر العضله الاكسار من النيكوتين والتنباك، هذا بيفرم على العضله فرم. الشيء الثاني كمان في شيء اسمه عنا يا عدم هندسه المنبهات بالجسم. الكافيين في له وقت، والجروس هرمون في له وقت، لانه الجروس هرمون هو الباني الرائع، الهرمون اللي بيبني العضلات وبينشف العضله من دهنها. فنحن اذا بدنا نحفز هذا الموضوع لازم نمنع الخبز على فتره السحور. هلا الانسولين ارتفع ورايح انا نام، ما طلع الجروس هرمون اللي بده يعوض لي اتمام من بناء العضلات تبعي في فتره الصيام. تلقيم راجع، لانه فالفكره الاساسيه برجع بقول الهرمون البناء للعضله الجروس هرمون، الهرمون الهدام للعضله هو الانسولين. فكل ما انت عرفت شو اللي بيرفع الانسولين بعد عنه. هلا انا ما بدي شيء نظر على العالم واقول لهم سكر، طلعت هالامور من راسهم انه السكر مدمر والسكر الابيض، وبالاخير بنطلع كلياتنا حتى مصطفى عن بياع الحلو بياع المعروف اخر المغرب. انا اذا كنت واقعيه مع مشاهدي، اذا انت عندك 4 ايام عم تاكل براحتك، اعمل يومين صوم فيها عن هي الحلويات،
مو تصوم تحرم حالك، عوضها بالبروتينات، باللبن، بالبيض، بالتونة، بصدر الدجاج، فوت على جسمك جبن بنسبة عالية، ولا تجوع حالك وتتذكر الحلو. يومين عوض الصيام بلا سكر بيرجع عضلك مشدود، بيرجع الجروس هرمون، بيرجع شعرك، قوام هاي الأمور هاي. أنا مع إنسان كل أسبوع يمرق عنده يوم واحد عندي بلا سكر أبيض. بلا سكر مو يعني هذا السكر بس اللي بالشارع الكربو. بلا سكر يعني بلا يوم سكر. كيتوز بلا شيء. بس إجمالا إني أنا ما بدي يكون في ناس إذا قلت لها تقعد سنين وأيام تحسك إنك أنت بعالم قاعد. خلينا نحكي حلول واقعية. تمام. يعني أكثر من هيك لا. نضل على كوكب الأرض. ما ضل غير نتشكر كتير دكتورة سوا. شكرا يا سلام. شكرا كتير لإيه. 100,000 سلام.